واش نقول لك؟ صح ضيعنا نقطتين، لكن نعمل لاننا نخدموا، ماناش نجيستيفيو الناس ولا كذا، حنا عندنا بروجي نخدموه. نقول نطمئن الانصار باللي مازال شامبيونا، وان شاء الله برك نحقوا اول انتصار، وان شاء الله الفريق يقعد في مكانته ان شاء الله. تعثر ثاني لنا في الميدان تاعنا، لعبنا اديس بوندون سبونس 35 مينوت ولا بلوس 50 مينوت. واش نقول لك؟ خاصنا كنا نلعبوا اديس وكان اللي لعبنا اللور. للاسف ما كنا حابين نجيبوا لي 3 بوان في ستادنا، ورانا مور بفتره صعيبه. جينا باش نتحصلوا على 3 نقاط، الحمد لله الواحد كما يقولوا ما يكبرش كرشو، تحصلنا على نقطه. انا نظن باللي نقطه ايجابيه، الحمد لله. سي فري كان فريق اولمبي شلف ناقص بلاعب واحد، كانوا يلعبوا ب 10، مي انا نظن باللي فريق اولمبي شلف ثاني فريق يحسن لعب الكره جميله. عاد هذا يخدمنا الحمد لله، خدمنا له توت لا سيمان في اجواء هادئه. كنا حابين نجيبوا لي 3 بوان منا من شلف بعد خروج اللاعب تاعهم ولا كانوا يلعبوا ب 10 لاعبين، قدرنا نجيبوا ان بوان من هنايا. الماتش ما كانش ساهل علينا، ونشكر كاع صحابي اللي قاوموا باش جابوا كاع الان بوان هذا، والطاقم الفني والطاقم الاداري، ونشكر الانصار اللي جاوا ساندونا.